واحد بيسأل سؤال بيقول عندي صديقة كانت محبة جدا لكل أعمال يسوع، والدتها مرضت بالكانسر وحاولت كتير في الصلاة ولكنها ماتت بعد وقت، زعلت قوي عليها. بعد وقت والدها جاله نفس المرض، صلت له كتير وربنا أخذ بيده وخف، والآن هي ساخطة جدا وتقول العلم هو اللي بيشفي وليس الرب. أرجو كلمة ترجعها لحالة إيمانها. طيب، أولا عايز أقول لهذه الإنسانة من هنا، أبعت لها رسالة إن الموت محدد في نظر الله قبل ما أنت تتولد، معروف هتنزل في الساعة كذا وهتسافر في الساعة كذا. إن كنت وضعت لي أيام وسنين وشهور هذه عادتها، كيف أتجاوزها؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فاكرين يسوع لما كان رايح يقوم لعازر واليهود هيقبضوا عليه، توما اتسحب من لسانه لما قال لهم لعازر مات، أن نروح نموت معاه، يعني هنروح للموت برجلينا، ما مات وخلصت، إيه ليه تودينا للخطر برجلينا؟ تفتكروا رد يسوع لتوما قال له إيه؟ أليست ساعات النهار 12 ساعة؟ عارفين معنى الكلام ده ليه؟ يعني نهارك كم ساعة؟ حد يقدر يشيل منهم ساعة ويخلي نهارك 11 ساعة؟ طب انت تقدر بشطارتك تخليه 13 ساعة؟ لن تقدر تطول نهارك ولا حد يقدر ينصر نهارك. فأمها لها بداية نزلت فيها والفيه نهاية هتسافر فيها، فاهمين؟ احنا بنصلي، ايوة، بنطلب الشفاء، ايوة، لكن بنقول له في الاخر ابانا الذي، وهي بتقول له اللي تكن ايه مشيئتك، ارادتك، ارادة ربنا ان الزيت بتاعها خلص، عشان كده سافرت. والموت ما هوش تجربة، الموت حكم، احنا نازلين من بطن امنا محكوم علينا بالموت، عشان كده احنا معيشين في عالم الاموات. والدك ربنا لسه عنده عمر، فجاله مرض اتعالج وخف، لكن هتجيله الساعة اللي ينتهي في عمره، وانا اللي بكلمك هتجيني الساعة اللي هينتهي فيها عمري، وانت هتجيلك الساعة اللي هينتهي فيها عمرك. بس انت بتنقد نفسك، بتقولي انا مش عايز اؤمن بربنا، امن بالعلم. طب والعلم ده شاف ابوك وما شافش امك؟ هو العلم بيمشي على سطر يا بنتي ويسيب سطر؟ العلم عجز عن امك وقدر يشفى ابوك، وبتؤمن بالعلم وسايبه ربنا؟ سلم امورك لربنا وسلم حياتك لربنا وارجعي لايمانك. واوعي تفتكري انك وانت بتعمل كده انك انت بتغيظي ربنا، لا لا لا. ان كنت انت حكيم فانت حكيم لنفسك، وان استهزأت انت وحدك تتحمل. يعني مثلا ان عشتي بهذا الفكر وقلت اؤمن بالعلم ولا وما اؤمنش كده اسيب ايماني بربنا، طب وانت لما هتسافر مش هتروحي عند امك؟ هتروح الجحيم مع اللي بتوع العلم، هتروح الجحيم، لان ما يروحش ربنا الا المؤمن بربنا بس. وامك بلا شك كانت ست طيبة وراحت السماء، فانت عايزة تتحرمي منها هنا وهناك كمان؟ لا، ارجع لإيمانك ويسوع يبارك حياتك.